نترحم بالأرواح الشهداء في سوسة ودرنة وباقي المناطق المنكوبة. وبالنسبة للوضع في سوسة مثل المناطق التي تعرضت للإعصار، كان في مشاكل في القطاع الصحة والكهرباء والبنى التحتية، والآن نحن نواجه مشكلة مهمة وأكبر من أي مشكلة ثانية بعد الإعصار، وهي مشكلة السدود والسيول. ممكن زي ما تشاهد السيل هنا، كان الأمتار 6 متر، حوالي 6 متر 7 متر. ممكن أنت لو تحرك الكاميرا تشوفها كيف توسع، وبعدين انقسم إلى 3 فروع، فرع على اليمين نزل في منطقة معينة وكان فيه آثار صعبة، فرع دخل في مقدمة وأذى البيوت اللي أمامنا، والفرع في اليسار دخل على المدينة وكان له أثر وضرر جسيم. بالنسبة للضحايا، في العدد يعني أمس كان في انتشال للضحية، والعدد الرسمي مازال في تزايد، يعني ما يدلش على حجم الكارثة. وفي أحياء هدمت بالكامل، هدمت في بعض منها ردم، وما زال نتوقع أن في ضحايا لازال تحت الأنقاض. نرجع للسدود، الآن نحن لا وشك قدوم الأمطار، ففي العبارات مقفلة، مجرى المياه الطبيعي مقفل، صخور نعجز عن التعامل معها، في توسع في السيول والأودية اللي كانت عبارة عن أودية صغيرة الآن توا أودية كبيرة. يعني نحن نطالب المسؤولين النظر لهذه المشكلة بعين الاعتبار، لأن هذه مشكلة خطيرة لا قبل البلدية ولا حتى الدولة الليبية بها ولا خبرة لنا بها. نتمنى أن يكون في جهود حتى دولية بالتعاون مع بعض الدول التي تعاني من مثل هذه المشاكل لحل هذه المشكلة، وهي مشكلة خطيرة ولازم وعاجلة ولازم التعامل معها بشكل سريع. لو لم يتعامل بجدية مع هذه المشكلة أن حيكون الشتاء هذا صعب، لأن كمية المياه محجوزة وحتى هذه بيوت المواطنين، وحيكون في دمار، حيكون أقل ممكن من الإحصار، ولكن حيكون دمار كبير. يعني لازم هذه المشكلة تكون من أولويات الحكومة والخبراء ودراستها دراسة جادة ووضع خطة عاجلة لحل هذه المشكلة. ما تحتاجه البلدية في ظل هذه الظروف الأزمة الحالية؟ نحن نحتاج لجميع الإمكانيات والحلول العاجلة. نحن في وضعية طارئة الآن، لازم يكون في حلول وقرارات سريعة وتتناسب مع حجم الكارثة، سواء في سوسة سواء في درنة. لازم يكون في سرعة الأداء، سرعة واتخاذ القرار، سرعة في التنفيذ. بالنسبة لدور القوات المسلحة، كان دور حاسم من البداية، كانوا واقفين بجنب البلدية، كان في دعم مكثف ومجهودات واضحة في إرجاع الكهرباء، في التعامل مع مشكلة المياه، فتح المسارات، تنظيف المدينة. ونأمل منهم أن يتعاونوا معنا وفي حل مشكلة الأودية الآن واتساعها، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. دور جهاز طارق بن زياد كان معنا من أول يوم، كان عنده مهام في الوصل، طريق الواصل بين شحات وسوسة. هذا الطريق كان نحن كنا معزولين على العالم من الساعة الأولى من الإحصار، فتكفل بها جهاز طارق. ثانيا اشتغل في طريق الأثرون وطريق راس الهلال وبعض المناطق اللي داخل سوسة من ناحية فتح مسارات والتنظيف، وما زال معنا يبذل في جهد كبير. أشكر جميع من هب وساعدنا، ولو نستسمحهم أن لو ما ذكرناش حد، أن الظرف والمصاب الجلل هو اللي عطلنا على عدم الشكر، ولكن نشكر جميع من ساهم معنا ولو حتى